جاني فارس الخليج هنا على أرضية ميدان المرموم في انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم في هذا المنطلق وهذا الاندفاع. الشوط السادس الذي أعلنت بداية انطلاقته قبل قليل وأعطت إشارة البدي عبر شاشة دبي ريسنج، وهنا من الميدان الذكي بالمرموم وهو الشوط الخاص بالإبكار لإذاعة المهجنات الأصايل، شعارات أبناء القبائل وأبناء الخليج الذي توافدت على مهرجان فارس الخليج لتشارك هذه الفرحة وهذه البهجة بهذه الانطلاقات والتحديات. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، نتقدم هناك لنتابع المراكز الأولى تسيطر وتقود المنطلقات حتى هذه اللحظات. هذه الشايبة عوض بن حمد بن نابت الرميثي على المركز الأول وهي تقود المنطلقات، بينما تليها في المركز الثاني هناك التغيير وهناك شقرة تحركت، أحمد بن سالم بوظفيرة العامري الذي يقدم شقرة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر في هذا المنطلق وهذا الاندفاع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة في هذا الانطلاق وفي هذا الأداء الجميل. هناك المركز الثاني بنشوف هذه الأسماء وهذه الشعارات، يا سلام ما شاء الله في هذا الانطلاق. نعود إلى مقدمة الشوط مرة ثانية، نسير هناك للمركز الأول. هناك نسير مع المركز الأول، هذه بنت الحنيش تقود المشاركين، أحمد بن محمد بن أحمد المزروعي تسيطر على مقدمة الشوط، تليها شقرة في المركز الثاني، أحمد بن سالم بوظفيره العامري، بينما المركز الثالث تأتي مختار وأحمد بالخزع بن هركي العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواجدت في ناصية تعود ملكيتها العلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس فتنة تأتي في المركز الخامس سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي هناك على المركز الخامس، بينما المركز السادس شوف هذا الأداء الجميل، اكسبو تأتي في المركز السادس وحمد بن راشد بن حمد بن غدي أو حمدان بن راشد بن حمد بن غدير هناك تنطلق في هذه اللحظات على المركز السادس. أما المركز السابع أشوف الأسماء والشعارات القادمة، الشايب العوض بن حمد الرميثي على المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك البقية. شوف هذه المراكز السبع ما شاء الله الذي انطلقت وانفردت عن بقية المراكز، المركز الثامن هذه اعتزال تأتي في المركز الثامن، محمد بن سعيد بن منانة على المركز الثامن، وهذه الانطلاقات والتحديات في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل الذي يجمعنا هنا في مهرجان فارس الخليج بهذه الانطلاقة وبهذه الرعاية الجميلة والتحديات هنا في ميدان المرموم. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، بنت الحنيش مسيطرة على مقدمة الشوط وتقود مسار هذا الشوط. يأتي أحمد بن محمد بن أحمد المزروعي الذي يقدم بنت الحنيش على المركز الأول، بينما مختار في المركز الثاني، أحمد بالخزع بن هركي العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اكسبو تأتي في المركز الثالث وحمدان بن حمد بن راشد بن غدير الذي تنطلق على المركز الثالث في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا السلام بشكلها الفريد بلونها وبنخلي وانتاجها في هذه النوعية الجميلة. شوف الوصول، تدخلت شقرة، أحمد بن سالم بوظفيرة العامري يقدم شقرة في هذا الانطلاق، بينما هناك التواجد في هذه اللحظات الشايبة لعوض بن حمد بن بيات الرميثي، عوض بن حمد بن بيات الرميثي الذي يقدم هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع. شوف الأسماء المتقدمة، هناك أيضا تتواجد فتنة، سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي على المركز الرابع الخامس في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام، الكيلومترين 4 كيلومترات انتهى
انتهت، وكيلومترين ما تبقى من الوصول على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق في مسار هذا الشوط. سيارة هذا الشوط مهرجان فارس الخليج ينتظر، تنتظر سيارة هذا الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نعود الى المركز الاول، مسيطرة على مقدمة الشوط بنت الحنيش، بنت الحنيش واحمد بن محمد بن احمد المزروعي على المركز الاول، الاقرب المزروعي بالفوز والناموس حتى هذه اللحظات. تاتي في المركز الثاني اكسبو حمدان بن حمد بن راشد بن غدير هناك على المركز الثاني. اما المركز الثالث تتقدم في مختاره احمد بن خزع بن هركي العامري على المركز الثالث في هذا الانطلاق. شوف الاسماء الذي وصلت والقادمه، الشاهينيه وصلت، راشد بالسعودي الزرعي انطلقت في هذا لتدخل هناك على تنافس هذا الشوط. كذلك الوصول في هذه اللحظات من قبل سودة مطر بن حمد بن عبد الله الكتبي على المركز الخامس في هذه الانطلاق وهذا الاندفاع. بدأت الأمور، بدأت تحرك. يا سلام عودتنا إلى المركز الأول، ولا زالت بنت الحنيش أحمد بن محمد بن أحمد المزروعي تقود مسار هذا الشوط وتتحدى المنطلقات حتى هذه اللحظة. ولكن الشاهينية راشد بالسعودي الزرعي على المركز الثاني تندفع كذلك. اكسبو تاتي في المركز الثالث بشكلها ولونها الفريد، وحمدان بن حمد بن راشد بن غدير. شوف الوصول من الفايزة، وصلت الفايزة عبيد بن محسن بن راشد المري على المركز الرابع في هذه اللحظات. والله سلام، يا سلام. ولكن شوف ايضا وصلت براقة حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري تقدمت في هذه اللحظات. يا سلام. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود قرب الناموس، قرب الزعفران، قربت السيارة. ولكن شوف كذلك دخول في هذه اللحظة متعب عيد بن نجم العطوي. ولكن العودة إلى المركز الأول، لا زالت بنت الحنيش مسيطرة رغم الضغوطات ورغم المحاولات. أحمد بن محمد بن أحمد المزروعي تقود المشاركات، ولكن هنا الفايزة عبيد بن محسن بن راشد المري الأقرب راح المري هناك مع هذا الشعار الجميل. يا سلام يا رعى الجزيرة على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام الشعار الرسمي هناك مع هذا الانطلاق، عبيد بن محسن بن راشد المري مع الفايزة. فازت الفايزة بزعفران هذا الشوط، سجلت في مهرجان فارس الخليج هنا في المرموم هذه النقطة الثمينة القالية الجميلة. يا سلام عبيد بن محسن بن راشد المري، تهانينا على فوز الفايزة بالمركز الأول. بنت الحنيش في المركز الثاني، وصلت لأحمد بن محمد بن أحمد المزروعي، والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظة من متعبة وعيد بن نجم العطوي، والمركز الرابع في هذا الوصول براقة لحمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. المركز الخامس اللي وصل فيه بالسعودي الشاهينية لراشد بالسعودي بن علي الزرعي. هكذا مشاهدين العزاء كان هذا الشوط وأثارته وتحدياته، ولكن الفوز كان من صالح الفائز الذي حظت بناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام بنشوف 9:24 وجزء واحد من الثانية. تهانينا لعبيد بن محسن بن راشد المري على هذا الفوز المستحق، بينما قدمت كذلك اللي هي بنت الحنيش هذا الجميل، قطعت المسافة في 9:24 8 من الثانية. تهانينا لمالك بنت الحنيش هو أحمد بن محمد بن أحمد المزروعي، قدمت أداء جميل. نشوف المركز الثالث مع مخرجنا، وصلت في المركز الثالث متعبة وعيد بن نجم العطوي، حققت توقيت زمني مقداره 9:26:03 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، ونجدد لكم التحية بهذه